إذا مشاهدينا ومشاهدين قناة شوف تي في، أهلا وسهلا مجددا مباشرة معكم من مدينة خريفكة، باش نعرفوا الأثمنة ديال الخضر والفواكه اللي صابحة هنا في مدينة خريفكة واللي غادي يكون معنا بعد قليل أمين مال جمعية اليسر للباعة المتجولين بائعي الخضر والفواكه اللي غادي يكشف لنا السبب ديال الزيادة ديال أسعار الفواكه مباشرة من مدينة خريفكة. بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو هذا البث المباشر باش تشوفوا معنا الاثمنه اللي صابحه اليوم في مدينه خريفكة بالنسبه للخضر. بارطاجيو مشاهدينا، بارطاجيو هذا البث المباشر باش تعرفوا الاثمنه اللي صابحه في مدينه خريفكة ونقربوكم من الاجواء المباشره. البصله مشاهدينا كما كتشوفوا مطيشه، الخيرات ديال البلاد والاثمنه اللي مازال غادا في الرشيفة ديالها. غادي نعرفوكم وغادي نقربوكم مزيان مشاهدينا من الاثمنه ديال الخضر اللي صابحه اليوم. بارطاجيو، بارطاجيو مشاهدينا هذا البث المباشر، بارطاجيو باش تعرفوا الاثمنه اللي صابحه اليوم في مدينه خريفكة. الاثمنه وتضارب ديال الاثمنه بين المدن، كاين بين كما قال لي البائع ان بعض المدن الاثمنه منخفضه وكاين بعض المدن الاثمنه مرتفعه وكاين تضارب في الاثمنه، وغادي نعرفوا السبب علاش هذا التضارب ديال الاثمنه مع بائع ديال الخضار اللي غادي يكشف لنا الاسرار ديال هاد المهنه. بارطاجيو مشاهدينا باش نعرفوا الاسرار ديال تضارب اثمنه الخضر في المدن المغربيه. اذا مشاهدينا مطيشه الثمن ديالها 800 ديال الدراهم، كما كتشوفوا الثمن ديال مطيشه 800 ديال الدراهم مباشره، 800 ديال الدراهم مشاهدينا الثمن ديال مطيشه 800 ديال الدراهم. بالنسبه للبصله مشاهدينا فهي 12 درهم، البصله 12 درهم مشاهدينا الاوفياء. مشاهدين قناه شوف تي في، بارطاجيو، بارطاجيو باش تشوفوا باش نقربوكم الاثمنه ديال جميع الخضر بالنسبه للناس ديال مدينه خريفكة. بارطاجيو مشاهدينا كما قلت لكم مطيشه الثمن ديالها 8 ديال الدراهم، والبصله 12 درهم، البصله 12 درهم. ياسين شحال الخيار خويا؟ خيار شحال؟ خيار خويا 8 درهم. الخيار مشاهدينا 8 ديال الدراهم، 8 ديال الدراهم الخيار. هذا الكروب شيفلور، الكروب 6 درهم، الكروب 6 درهم مشاهدينا. والشيفلور بحال ثمن واحد، نفس الثمن مشاهدينا. بالنسبه للمطيشه، مطيشه مشاهدينا كما قلت لكم 800 ديال الدراهم، والبصله 12 درهم. الفلفله هذه الباقي 15 درهم، الفلفله 15 درهم مشاهدينا. الاولى الحمراء 15 درهم، والخضراء 12، الخضراء 12 درهم، 12 درهم. الباربه شحال؟ الباربه 5 درهم، الباربه 5 درهم مشاهدينا الاوفياء. الدنجال 10، الدنجال 10 دراهم كما كتشوفوا، 10 دراهم الدنجال مشاهدينا الاوفياء. إذا كما قلت لكم مشاهدينا مطيشة دايره 8 ديال الدراهم. كل متعاقبين الان بارطاجيو مشاهدينا باش نعرفوا الاثمنه ديال الخضار. كما قلت لكم مطيشة دايره 8 دراهم، والبصله دايره 12 درهم، الدنجال 10 ديال الدراهم ياكل 10 دراهم. القرعه كورجي شحال؟ كورجي 8، 8 دراهم قرعه كورجي كما كتشوفوا، 8 دراهم قرعه كورجي. الجلبانه شحال؟ الجلبانه 13، الجلبانه 13 درهم، 13 درهم جلبانة. والفول؟ فول 10، فول 10 دراهم. اللوبيا؟ اللوبيا 25، 25 درهم، 25 درهم اللوبيا. اللفت شحال؟ اللفت 8 درهم، اللفت 8 درهم. خيزو شحال؟ خيزو 5، خيزو 5 دراهم. البطاطا الحلوة 10، 10 دراهم. والبطاطا هذه 10، 10 دراهم، 10 دراهم البطاطا مشاهدينا. القوق فوق 10، 10 دراهم. إذن كما شفتوا هادو هما الأثمنة ديال الخضار اللي غادي يبقى معنا. ياسين هو أمين مال جمعية اليسر للباعة المتجولين بائعي الخضار. السلام عليكم خويا ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله. خويا ياسين تقدر تعطينا الأثمنة ديال الخضار اللي صابحة اليوم؟ الخضار السبب ديال تضارب الأثمنة، وكيفاش مثلا مدينة خريفكة
فيها اثمنه والمدن الاخرى مثلا فيها اثمنه؟ دابا المقارنة مع بطاطا مثلا تقولوا مدينة أخرى تتباع جملة في 6 درهم، هنايا تباع ب7.5، اليوم 7.5. هاد المشكل واقع في المارشي ديال الجملة. علاش؟ لحقاش نبيوع البلدية بيعات شي دراري اللي تنفرضوا حنا العشرة، نبيعوا شوية التمر، كاين شوية التمر 7%، نقارنوا مثلا واحد تيدخل بطاطا 7% تيخلص عليها مثلا نقولوا في كازا تيخلص عليها 16000، هنا تيخلص عليها 4000 درهم، فهي تيخلص عليها 4000 درهم. اذا كاين الفرق بزاف، فهمت؟ اذا ما يمكنش هو غيبيع ب 6 درهم، الا كنت دخل بلاصه اخرى غيبيع ب 6 درهم، هنا غيبيع ب 7.5، 10. هذا هو المشكل بعد ديال الثمن، الفرق ما بين خريبكه وما بين مدن اخرى. وهذا المشكل كاين غير في خريبكه، وكاين تقريبا في المارشي ديال الرباط 7%. اما باقي السوق بحال وزم، إذا دخل واحد فايج غيخلص عليه 4000 درهم تيخلص عليه بحال كازا، فهمت؟ هي عمالة وحدة، فهمت؟ هذا هو المشكل اللي واقع عندنا هنا. بالنسبة للأثمنة ديال البطاطا خويا ياسين، واش الثمن اللي كان هو اللي باقي ولا مثلا؟ كانت مثلا راه كاين واحد مثلا بنادم كيقول لك مثلا كنسمعوا في التلفازة راه كاين ثمن، وكنخرجوا للمارشي كنلقاو ثمن آخر، نقدر نعرفوا السبب؟ هاد القضية ديال كانت هبطات واحد اليومين، البطاطا كانت دارت 8 درهم، كنا ولينا ناخذوها بالصونص، الصونص تنبيعوها ب 8 درهم، فهمت؟ يومين كانت هبطات وفي ساعة طلعت، أنا ما يمكنش دابا مثلا البطاطا خاصة ب 7.5 غتبيعها لهم ب 8 درهم، غادي تحيد منا بحال تنقولوا مضروبة بحال هذا الشكل هذا، بحال هذا الشكل هذا، غتحيد هاد المضروبة، ما يمكنش غتباع لي أنا هاد المضروبة، فهمت؟ غتحيد منا بحال هادي مثلا، شو؟ اشي خاصني نحسبو انا، مايمكنش غادي نحسبو على راسي. تاخذو في الصندوق نتايا؟ ضروري في الصندوق، تتحيد مضروبه بزاف، تتحيد صغيره تايدي لها ثمن بوحدها. هذه الناس يعزلوها، كاين الناس يبغيوها هذه، فهمتي؟ ما عندناش فيها اي، ما عنديش فيها المشكل. هذه المشكل بحال هاد الشكل، بحال هاد الزرقاء هذه. تبقى نفس الثمن ديالها. تبقى نفس الثمن ديالها، ما كاينش المشكل، تقدر فهمتي. تنقول له شي تيغطي على شي 8 درهم. بالنسبة نفس الثمن ديالها. صغيرة كبيرة. كبيرة صغيرة كبيرة، لحقاش بطاطا هذه ما فيها تعيين، فهمتي؟ تخدم بحال مكوس السلايق، تخدم الفران، تخدم كاين الناس تيبغيو هذه، فهمتي؟ نفس الثمن، تبقى نفس الثمن. تقدر توصل شي رسالة للناس مثلا كيخرجوا للمارشي كيلقاو ثمن كيتخلعوا، سيرتو دابا مؤخرا ان الناس ولاو كيتخلعوا انهم يهزوا الكفو ويمشوا للمارش، ولاو كيخافوا انهم يخرجوا مثلا يتقداو ولا يمشوا عند شي فطار ولا هادي، بحال كتشدوا من الخلعه قبل ما يمشوا عند الفطار. واش نقول لك؟ راه ملي تدوز من هنا تتبان لي الخضره شي حاجه ولات غريبه، فهمت؟ شي حاجه اللي غريبه غادي يوصل ليها تنقولوا تيقول شحال من واحد تيبدا مجال الضحك تيقول لي راه خاصني الاردونوس باش نوصل عندك، فهمت؟ اذا راه فارماسي هذاك الثمن شويه وهادي. خويا بالنسبه للاثمنه بزاف، لا الاثمنه بزاف صراحه، اسمينا كاينه بزاف، و ملي تجمع الحساب لشي واحد ملي تنبغي نقول ليه عدد الطوطال ديال هادي صعيبه، تجيني شويه قاصحه باش نقول ليه المجموع، انا ولينا نحشمو باش تقول الثمن، فهمتي؟ الزبون ديالك تحشم بزاف. وهل الاخ واحد راه معنا نيتا هو في الجمله يقول لك الباسطه تقريبا من باسطه كركوبه وصلت 9 درهم نصها كامله. الصندوق شحال فيه من كيلو ديال البصل؟ شحال تيحيد منه تقريبا تاع مضروبه؟ جوج كيلو 3 كيلو 30 كيلو فيه كتحيد منه 2 كيلو 3 كيلو. وكيما قلت لك هاد القضيه ديال شويه ديال العشر ديال 7% شويه تاهي زايده شويه، هادو عندهم علاقه بالعشر وبالمنتوج ملي تيدخل شويه قاصح، فهمت؟ هاد بالنسبه لهاد الدري تاع الماعز، هاد الدري شويه هذا في الجمله، هذا تيبيع الجمله، هو غايقول لك المشكل ديال العشر. إلا دخل مثلا واحد نقولوا 400 صندوق شحال غيخلص عليها في خريبكه وشحال غيخلص عليها في سوق اخر، هو غادي يقول لك هاد القضيه ومن بعد نكمل معاك في الاثمنه ديال الشارع. اييه في سوق الجمله سمعنا ان الخضره كتجي رخيصه ولكن كتدخل لسوق الجمله كيحرو فيها اليدين كما كنقولوا وكتفرقوا بالثمن. لا السلعه غاليه من بلاصتها، دابا الكركوبه البصله الكركوبه دابا دايره 150 ريال لهي 160، تنزيدوها درهم ديال الترونسبور، درهم سيارة، تتبعنا 170 ريال، 150 درهم سيارة، 19 ريال تصير عليها، 170 ريال باش تتبعنا، من البلاصة شتي الغلا من البلاصة، من عند الفلاح. تقول لنا مثلا
السبب ديال مثلا تضارب الاثمان. مثلا هنا في فريدة كاين ثمن، لقينا مثلا هنا في فريدة البلاطه مثلا دايره 100 درهم ولا 100 درهم، غادي نمشيو مثلا لمدينه اخرى نبقاو دايرينها غير 6 درهم مثلا ولا. البارح في قيب الصالح كانت 6 درهم ونص، اليوم صبحت هنا ب 7 درهم ونص. هنا عندهم هنا حتى 10 هنا قاسع. هي تايبا تيخلصوا درهم في الصندوق. اللي ربحت في قيب صالح درهم في الصندوق. هنا تيخلصوا 50,000 60,000 في الفايج. 50,000 ريال. 50,000 ريال. دابا شوف غادي تحسبها. الصندوق اللي تيخلص لي درهم. لا. هنا تيخلص لي 10 درهم. دابا شوف 7% غنقولوا واحد الواحد دخل. غنقولوا مثلا 7%. فايج مثلا نقولوا حنا 40,000 درهم. هاي خلص على تنقولوا بريال 56,000 ريال. الا مشى لسوق اخر غنقولوا فيها واحد 400 صندوق غيخلص لها 400 درهم. 56,000 400 درهم راه كاين فرق كبير، فهمت؟ هذا هو الاشكال اللي كاين. ها كمل. وكاين مؤشرات ايجابيه ان القدره من القدام انا غادي تنقص الثمن ديالها ولا غادي تزيد مثلا. واخويا على هذا الشيء ما قول ما كاين نقص. إذا بقاش بحال هكا ما كاين نقص، هما قالوا غينقصوا يا قادير. ما عطيتش اللي نقص بحدا واحد شوية. بحال الثمن ديالك. ما عطيتش دابا صبحت ب 3400. 3200 حتى 2600. بحال 30 كيلو. 29 لا بدا يحيد منا الخماج 2 كيلو 3 كيلو ضروري. حيد ضروري كتحيد منا واحد. ضروري تحيد منا واحد النسبة ديال الخماج. السقاط السقاط مضرر الوكال راه مضرور الله يحسن العون، ولكن حتى الخضار شي السقاط حتى هو ما عندوش. شي تقول زعما كنت يجيب واحد يجيب مثلا البصله يجيبها 140 وتيبيع فيها 200 ولا 220. لا البصله دابا جايبها 180 تيقول 220 200 حتى 240 ريال. كلشي مقص كلشي مضروب كلشي مضروب. والفلاح دابا انا مشيتي عند الفلاح دابا حتى هو تصيبي مضروب. كيقول لك عنده نانكري راه زادت فيه 26,000. واحد القضيه واحد السؤال عطيتيني تيقولوا الناس سمعنا في التلفازه مشينا عند الفلاح قلنا له راه سمعنا في التلفازه قال سير شري من التلفازه سير شري من التلفازه واش غتقول لي؟ راه من طبيعي التلفازه غتبيع لي انا خضره. واش فهمتيني هاد القضيه تنتعرضوا ليها بزاف سير شري من التلفازه. باش تقول ولكن متى هذاك الناس اللي تيقولوا ولا تنقولوا اللجنه تدور على الاثمنه حنا شناها في الاثمنه قال لي مثلا غنعطيك بطاطا ب 7 ونص. شوف الخضره نشوفوا الخضره غنعطيك 7 ونص بطاطا خاصه ب 7 ونص غنحيد منها غنحيد منها المضروبه الخدام فهمتي هذه ما غاتبيعش ما يمكنش غاتبيع الثمن بوحدها فهمتي. هذه دابا كاينه في الصندوق سمعتيني هذه دابا الصندوق حيد فيه 2 كيلو 3 كيلو 3 كيلو 850 شحال جابوا؟ جابت 450 ريال قسمها على 40 كيلو ولات مزيوله 12 ريال اخرى. هذا السيد اللي زيد دابا 12 ريال الثمن اللي باعها 160 ما غيسلكش ما غيسلكوش ما يمكنش 12 ريال هاهي ضياعه. عاد زيد الكروسه زيد الميكاف انت يدير المواطن السلعه عاد نجيب ترونسبور باش هذا ترونسبور هذا الميزان دابا الميزان دابا تيتعبر ميزان في 40 كيلو تيتعبر ميزان صندوق صين هنا تيسقط بجوج كيلو بالكيلو ضروري ما غتخش ليه 40 كيلو ما غيخش ليه غتخش ضروري 36 37 تكسر له 3 كيلو اخرى ولا 4 كيلو اخرى. دابا حتى مثلا الزبون كيجي كاش 100 درهم كتعمر ليه الكفه دابا 100 درهم ودابا هما ولاو يحشموا. دابا ملي تيجي المواطن يتقدا وتيقول لي 100 درهم تتجي ثقيله بزاف بزاف هاك الاخ حبيبي هاد القضيه ديال تعمر القفه غنعطيك مثلا واحد القفه اللي بسيطه غنديروا فيها حنا مثلا واحد غنديروا ديال القفه شد ليا بحال ما هكايا غنديروا مثلا غنديروا 4 كيلو بطاطا ياك 4 بطاطا غنديروا الاساسيات ما غنوصلوش شي الاخر اللي غير 3 كيلو بطاطا نديروا 3 كيلو 3 كيلو بطاطا زيد كمل ليا مع هنايا وقول لي 3 كيلو بطاطا مثلا واحد نشوفوا خيزو شحال الثمن ديالو قول لي حتى شحال من كيلو باش نديرو حنا قول لي الثمن ديالو باش نقول شحال هو غنديرو 100 درهم 5 درهم غنديرو 2 كيلو مثلا 2 كيلو قرب ليا 2 كيلو خيزو زيد غنديرو اللف اليوم غنديرو فيه غير كيلو مثلا بنادم ما كيستهلكوش بزاف واخا نديرو كيلو نديرو كيلو ما كيستهلكو غير 8 درهم 8 درهم شوف الجلبانه مثلا لا غنديروا الاساسيات الجلبانه ما يقدرش عليها الدرويش باش نكونوا فاهمين لما ما يقدرش عليها غادي يدي واحد الكيلو غادي يدي نص كيلو اغلبيه تيدي نص كيلو كاين اللي تيقول لك رابعه
رابعه الناس وصلت يدي رابعه صاحبي كاين اللي تيوصل لها بحال ما كون مجال الضحك تيدير لها بحال ما تنقول لك انت ما تبيع العافيه شارع تباع عليه زعما راه العافيه شارع فهمت يقدر مثلا يقدر يدي مثلا غير واحد مشات غير حبه وحده راه مشات دابا مثلا الاخ هادو مثلا 4 دراري غيجي غادي يعدي له 25 درهم اسيديو الناس اللي مضطرين الناس اللي تيديروا الريجيم الناس اللي عندهم السكر الناس اللي خدامين بها المساعد حتى الترونسبور حتى الترونسبور هو تزاد يعني تنقول حنا كنا نصيفطوا الفياج كاميو تنصيفطوا لبودربالة ب 64000 دابا وليت تنصيفطوا 110000 ريال صح يعني شحال مزيولة نكملوا القفة ديال الترويش توني انا ما عرفتش نكملوا القفة ديال الترويش شد ليا بحال هكا نكملوا القفة ديال الترويش مثلا باش الترويش باغي يشري ثلاثة بطاطا درنا جوج كيلو خيزو 800 ريال درنا كيلو ديال اللبس درنا ليه هنا كيلو ديال الكورجير انا غنقول لك القفة لحقاش في هذا الشيء انا مرض ليك بزاف شحال الثمن ديال القرع؟ القرع 160 درنا له هذا 10 دراهم غيدي كيلو اغلبيه ما تديوش كيلو دابا كيلو ديال الفلفله كيلو ديال الفلفله هذه الملونه ما غنوصلوش ليها هذه خليها حتى رمضان عاد نشوفوا لها العجب ديالها خيار لا نديروا ليه كيلو خيار ثمن 7 دراهم مطيشه غنديروا 3 كيلو لحقاش انها تستهلكها 8 دراهم غنديروا البصله البصله 2 كيلو غنديروا بركه ليه لحقاش شويه دابا ما غيخلط مع الاخرى غنديروا 2 كيلو من تما و 2 كيلو من هنا عندنا 480 وعندنا 240 لا اللوبيا خويا ما يقدرش عليها الدرويش نكونوا واقعيين تم كتجيبهاش بزاف كتجيب صندوق تنجيب صندوق انا الناس اللي محتاجين ما نكونوا غنديروا الفول غنديروا بالنسبه لدابا كسكسو غنديروا غير نص كيلو بارك اللي غيديروا في قصريه يديرها باينه شحال غادي تجيب القفه ديال الدرويش واخا خويا عندو 150 درهم هذه راه ما فيها حتى حاجه ما تعمرش القفه نهائيا غنزيدوا عليها الربيع وغنزيدوا عليها مثلا غنديروا ليها جوج نعناع وجوج غنديروا 200 درهم اخويا الا بغيتي دير قفه وديها عامره وتحس براسك مقدي ما غادي لا ديسير لا والو لا ديسير لا لا هادشي ما توصلش ليش داو معك على واحد درويش ما داوش معك تاع الفئه المتوسطه ما داوش معك لا داو معك على واحد درويش فهمتي ديال ما عدوش ديال خدام بنادم تنقولوا حنا السميك في البلاد عندنا راه واصل يلاه تقريبا شي 85 درهم 2700 درهم 2700 درهم كي غايدير عطيني 2700 درهم غنعطيها لك حتى دابا كاري 1100 درهم غندير انا تنقول لك واحد درويش 1100 درهم عاد جوج بيوت وكوزينه صغيره فهمتي واقيلا تطواليت تكون مخلطه 1100 درهم باش كاري غيجي غنديروا اربع سيمانات 600 درهم هذه الدرويش راه ما قديش 600 درهم 1100 درهم هذاك الشيء زعما الدوالي خليها ياكل هذه بلا لحم فهمتي غنديروا بلا لحم وحاجه تكفي هذه قاضي ديال الله فهمتين لا صافي المراد يداوي بالعشوب ما كاينش صافي ما عندناش هذيك ديال الله يجعل ربي يصوب الله يجعل ربي يصوب الجميع طلب ربي يبدل المنزله الله يعطينا واحد الراويه ديال الشا امين الشيء اللي نطلبوا بالنسبه راه بيجي يساب شان ويصبح فشان طلبوا الله سبحانه وتعالى تنقول الزبون وهذا البائع بالتسقيط تيكون واحد شويه المنازعات بيناتهم لا تزدتي عليا لا تاع داك الثمن لا تاع غالي فهمتي دابا كتواجهو كيولي كيتسبب انت اللي كيقول لك انت اللي كتزيد ولكن فاش سيتو باش كتلقى مثلا في كيسمعوا في التلفازه راه الطاقه خطر ناقصات وهادي كيخرج عندك كيتصادم بالواقع دابا ملي تنوصل معاهم لهاد القضيه تنقول لي انا ما تنكذبش على داك الشيء باش نشري تنقول لي ها بشحال مشريه وشحال مشري وهاك التوبيع عليا انا هاك الكالكلاتريس وحسبها وعطيني شحال غنبيع ملي تنعطي ما تيفهم والو لدرجة الفاكسورات ما بقيناش نلوحهم تيجي شي واحد مشاكل بحال هكا غالي ما غاديش تعطيه فاكسور تيشوف فاكسور ما تيبقى فاهم والو مسكين تيحضر راسو تيبدا يتقدا وتيمشي اش غادي يدير مع الدنيا الليمون اخويا كاين اختلاف بحال دابا هذا ديال اكادير واصل 7 درهم وديال بني ملال 6 درهم 8 درهم بحالو بحال ديال بنات ديال بني ملال تيسقطو فيه 8 درهم ما قول ما راه زيد حتى حاجه هذا من جهه تقريبا من الدار البيضاء فهمت زيد عليه السياره ديالو زيد عليه بزاف الحوايج فهمت هذا قول ما كاين حتى ربح فيه نهائيا على الوكاله تتصاحب معاه فيه وصافي هذا ما كاين حتى حاجه الله الربيع ولا القفار هذاك الشيء اللي نقولوا مازال نقولوا واحد درهم ونص للوحده تتقول بنادم ما هيديك بيضه بيضه ما تتبانش ما تتبانش هنا فين كاين الاشكال دابا شوف خويا باش نكونوا شي الخضره ماشي مشكل الخضره ما عندناش فيها مشكل الخضره طالعه هابطه شي الله عطانا واحد شويه الشق ما عطيش غادي 4 دراهم اسمح لي شوف هي الحاجه اللي تفيك ساس التداول معايا دابا على الخضره دابا الخضره ما عندناش مشكل فيها راه واحد النهار غنديو بطاطا ب 2 دراهم فهمتي راه كانت ب 2 دراهم ونص ماشي غنساو لحقاش دابا غلات دابا شوف لي مثلا السكر ما عرفتش وصل 330 ولا ما عرفتش 16 درهم ونص الزيت انا والله ما عرفت الثمن ذاك النهار مشيت خدت
هي مارش 25 درهم، هادشي ايطرو ديال الزيت صاحبي 25 درهم، ما سيديش كسا 4 ايام، شوف لي داكشي اللي تفيكسا، شوف لي الترونسبور، وسائل النقل، كان الفايش يمشي مثلا تيكراو لي ب 4000 درهم من اكادير هنايا ولا تيوصل 7000 درهم اصاحبي. اش فهمتين تزاد 3000 درهم، 3000 درهم لا من مزيوده، مزيوداش عليا انا، مزيوده على الزبون المواطن الفلاح تيبيع والجمال الناس في الجمله تيبيع وتنشري عندو انا تنبيع في الصقير، اذا انا ديما خاصني نشوف الرباح ديالي فهمت، اذا جات في الزبون ما جاتش في انا ولا جات في تنقولوا ما بين انا والفلاح، الزبون والفلاح فهمت، في الاخر تيبقى الزبون والفلاح ما بعضياش تيكونوا هما اللي مضرورين. بالنسبه للاثمنه ديال الخضره اسمح لي، بالنسبه للاثمنه ديال الخضره الا بغينا شويه تنزل الى عونوا الفلاح، بالنسبه للمواد ديال الادويه نقصوا لهم في الثمن، نقصوا لهم في الثمن، نقصوا بحال شي هذوك التيوات اللي تيدوزو ما عرف السميات ديالهم اللي اللي تيديروا الماء هذاك ثاني ينزلوا لهم شويه تينزلوا لهم شويه في الثمن، شويه الثمن ديال المازوط ينزل، شويه ديال العشر فهمتيني، هذه تتبقى الفلاح حتى هو تيبيع بواحد الثمن اللي هابط شويه، الاسمده حتى هي طلع الثمن الاسمده شي واسطه التمار راه بزاف، هاد الفلاح راه كلشي تيحسبو بحال دابا انا كما قلت لك هذا خاص ب 170 درهم وحيتمنى بحال دابا نقولوا هاد الشيء حيتو فهمتي، هاد المضروبه وهادي انا حسبتها هاد المضروبه راه ولات كتباع بنادم راه ولا كيشري هاد المضروبه خويا واش غنبيع عليه مطوقه مسوفه ما يمكنش، ابنا تيديها فرقعه بحال هاد الشكل انت الاول غديها بهادي فهمتي فرقعه ما غديش حتى شوما غتبيع عليه مسوفه، اذا لا بعتيني مسوفه ولا كاين شي دراوش اللي كنشوفهم ولا كياكلوا اخويا راه تنشوف الناس راه تيزوها من الارض اخويا راه اللي تلاحى تيزوها من الارض ولاو ياكلوا حاشاك مع البهيمه صاحبي، دابا صاحب البهيم تا هما كانت تتشيط بعد ما الخضره مضروبه وداكشي تيديو البهيم ما بقاتش 13 درهم ما بقاتش صاحبي هذيك ما بقاتش نهائيا. بالنسبه لهذا الزبون تا هو غادي يقول لك الحبيب هذا تا هو الزبون غيعطيك هضر معاه بالنسبه كزبون تجي تتقدا فك ما يهضر صافي هذا هو اللي كاين اخويا هذا هو اللي كيما شفتو البسطه شحال اخويا 12 درهم البسطه 12 درهم ماطيشه ماطيشه 8 درهم حاليا ولكن ماطيشه ما نقدرش نقول لك دابا 8 درهم غدا تقدر توصل 12 درهم اولا غدا تقدر توصل 6 درهم ما نقدرش نقول لك ما غاديش نقول لك المهم اثمنه انتم ما كتقدروش لا لا اثمنه ما نقدرش نحدد لك انا نهائيا الخيار حاليا 7 درهم ولكن ما بين 8 درهم 6 درهم دابا غادي ندخل معاك ما السلعه ديال بحال دابا بحال دابا شوف بحال دابا مثلا انا تنجيب المليح ديال السلعه كاينين الناس اللي تديو هذه فهمت تبيعوها مثلا في تنقولوا في الاسواق اللي راك عارف غيدي هذه انا ما يمكنش غنبيع هذه دابا فهمت هذه صافي غنحيدها غتباع في بلاصه اخرى فهمت ما غاتباعش معايا دابا غنعطيك ما بين دابا ماطيشه هذه ديال الجرده هذه 8 درهم كاينه ماطيشه اخرى تكون شويه بيضه من الداخل راه بنادم عارفه هذيك واصل 6 درهم البصق 10 12 درهم من الى قناه نعطيك زيد اخو الخيار قلت لك من 6 8 هذاك 6 درهم هذاك ما كاينش هذاك هذاك بحال بحال اللوبيا ما نهضروش لا اللوبيا اغلبيه ما تيجيبوهاش الناس ما يمكنش غيجيب صندوق تقريبا بشحال شي 400 درهم صندوق بوحدو ب 400 درهم اخو مكتب خلص لي 400 درهم ما عرفتش شحال الثمن بحال الجمله شي 22 درهم لحقاش كاينه هاد الماركه وكاينه ماركه تكون رقيقه بحال هادي وكاينه هادي الكبيره فهمتي هادي شويه تكون ناقصه في الاثاث الثمن على هادي غير دايزه وسط هادي الحمراء هادي اخويا مشيت للدار البيضاء غنعطيك الثمن ديال الدار البيضاء من الشادي الخريبكه سوت عليها جمله 18 درهم جملة ولكن هنا هذه ماشي شي حاكاليتي اللي زوينة هذيك الكبيرة اللي كتكون شوية 18 درهم هذه ماشي شي كاليتي اللي زوينة تنبيعوا فيها ب 15 درهم زيد خويا فلفلة ما بين 10 12 الباربة الباربة 5 هذه 5 درهم 5 درهم الدنجال الدنجال من 8 ل 10 من 8 درهم 10 القرعة كورجيت القرعة كورجيت كاينة 8 درهم 8 درهم ما كاينش ما بين دابا الفول كاين ما بين 8 ل 10 ديك الماطيشه السوريز لا ديك هذيك ما تقدرش توصل ليها دابا هذيك خويا 400 درهم الصندوق هذيك 400 درهم كيقول شي 25 هذيك خاصها 15 درهم الكيلو دابا 15 درهم ولكن راه فيها النص النص الاخر كامل مضروب فهمت النص تحت ثاني جلبانه 13 درهم هذيك اكفى السلعه ب 13 درهم هذه اللي تنقولوا ما طيبش كاع شايف
اللبس ما بين 6، لا اليوم اليوم ما كاينش 6 كاينه 8، اليوم ما كاينش 6 نهائيا كاينه 8. خيزو اللبس خيزو اللي كاين فيه شويه ديال ما بين 3 دراهم على حسب الجوده. كاين اللي داير غير 3 دراهم، كاين من 3 دراهم يلاه دويت معك، من 3 دراهم 6 دراهم الفوق، كاين من 8 ل 12 الفوق. بطاطا حاليا 9 و 10 من 9 و 10 نشوفوا الديسير ديالو. مرحبا الديسير اخويا، اش غادي نقول لك، باقي ما غاديش شويه كاين تمام بزاف. شحال البنان تقريبا؟ البنان اخويا 9 دراهم 10 دراهم. التفاح 13 درهم. وهي الغلا قولي يا خويا. كاين تمام بزاف، لحقاش اغلبيه ديال الديسير تتقدى الخضره تيقول لي ما نقدرش نوصل الديسير. لافوكا شحال دابا دايره؟ لافوكا تقريبا 30 درهم دابا، حتى هي كاين اللي مارك فيها 43. كريم اخيرا بوليسير. اخويا الله يدير الخير. هادشي اللي الله يدير الخير استاذ، الله يدير الخير. شكرا. شوف الناس اللي مقصودين بهذا الامر راه هما غي لا بغى يوصل ميساج لراسو راه غيوصل راسو. حنا هضرنا ولا حنا شي كلمات اللي ما غنجرحوا فيها حتى واحد. ونطلبوا الله الله يدير الخير استاذ، هذا هو اللي كاين الدنيا هاني. مرحبا. اذا مشاهدينا ومشاهدين قناه شوف تي في، كما سمعتوا الاثمنه او الصرخه ديال هذا الخضار اللي شرح لنا سبب تضارب الاثمنه ديال الخضار في باقي المدن. اذا من هنا مشاهدينا من مدينه شخريبا كنبغي نقول لكم شكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع. كان معكم مراسلكم مراسل قناه شوف تي في مدينه شخريبا مروه الجوي، السلام عليكم.